سبب الانفكشن قد تكون بكتيريا او فيروسات. اوكي فانا بتكلم عن اللابس عن الايزوليت بعض البكتيريا اللي هم القضيه بالمحاضره رقم 2 حتكلم عن البكتيريا خاصه جماعه الجرام بوستيف كوكساي بالتحديد ستافيلوكوكس اوريس. راح ابدا اللعب الاول اتكلم عن الفيروسات. The most way او التكنيكس احنا بنستخدمه عشان تديتكت الفيروسز وبنعتمد عليها كثير هي السيرولوجيكال تكنيك. شو معنى السيرولوجيكال تكنيكس؟ يعني بعمل ديتكشن للانتيجين او الانتيبودي. يعني انا بدي اعرف الشخص هذا عنده هذا الفيروس ولا لا. I will detect الانتيجين نفسه الفيروس موجود ولا لا. أو تدتكت الانتيبودي إن الانتيبودي ضد هذا الفيروس موجود ولا لا. عرفتوا كيف؟ فذلك معظم الواي أو المستخدم أو الحالية المعتمدة في عملية الدياجنوسيس للفيروسات هي عبارة عن سيرولوجيكال تكنيك، يعني لها علاقة بالمناعة. سيرولوجي لاب اسمها. علم المناعة والأمصار. وذلك في عنا كمان الطريقة الثانية اللي هو احنا عشان تدتكت انه if I want to detect an antigen هاي بسميها direct method يعني مباشر بدور على الفيروس نفسه موجود ولا لا. اذا بدور على الانتيبودي هاي بسميها indirect طريقة غير مباشرة. اصلا اذا وجدت الانتيبودي معناها الفيروس موجود already لما الانتيبودي ما بيطلع لحاله. تمام؟ فأنا راح أتكلم عن وجود الأنتيبودي ولا بس التيزر؟ أنتوا بدون إيش؟ وجود الأنتيبودي نفسه ولا بس الإفراح التيزر؟ إفراح ليش عفوا؟ يعني إذا كان في يعني الأنتيبودي موجود خلاص فيروس ولا عشان بس في تكيس؟ وجود الأنتيبودي معناه وجود الفيروس. ما في تكيس مهم. أعطيك مثال. الشخص بيجي يتبرع بالدم. انت عندك HIV عندك هيباتيتس بيسالوه بيعطوك كويشنير هو كان مصاب بهيباتيتس بي وبعدين طاب لسبب ما اختفى هو يعتقد انه اختفى ما عنديش شيء انا ما بعرف ما عندي سجل عن هذا المريض ما بعرف اذا هذا المتبرع عنده كان مصاب ولا ما كانش مصاب فانا بعمل IgG لل HIV او الهيباتيتس بي بلاقي انه عادي معناها كان مصاب هذا دمه ما بينفع هو كارير حام الهيستوري تبعه يعني ايوه الاي جي جي انتيبودي انديكيشن انه هو كان مصاب انه هو او هو ستيل كارير لهذا الفيروس عرفتي وهي الطريقه اللي بنسميها اندايركت واي باستخدام جهاز اسمه الايزا وراح اتكلم عليها الان عرفتي الطريقه الثانيه الدايركت انه انا بضيف انتيبودي وبعمل كل شيء كان انتيجين موجود يعني الشركه بتبيع لي الانتيبودي بضيف على عينة المريض إذا الأنتيجين موجود بمسك فيه فبعطيني كلر هاي بسميها دايركت ميثود مباشر إنه هاي الأنتيجين موجود إندايركت أنا لما بدور على الأنتيبودي ما بدور على الأنتيجين إذا الأنتيبودي طالع عند هذا الشخص من عنده مناعة هاي واحدة من الأشياء مهمة جدا إنه الشخص هذا عنده مناعة وجود الأنتيبودي في نفس الوقت إذا كان الأنتيبودي عالي معنى انه كان مصاب او هو ستيل كارير لهذا الانتيجن. دكتور؟ نعم. هلا احنا بس بنقيس الاي جي جي، الاي جي ام ما بنقيسها. احنا عادة بنقيس الاي جي جي. الاي جي ام لانه عادة المريض ما بيجيني في هالفترة. اي جي ام يعني في البداية. كثير مرضى ما بيجوني بيجوني متأخرين. الاي جي ام في اذا كان اصابة أول مرة يعني أول مرة واحد بنفكت باي فيروس فبيطلع أول شيء IgM هذا IgM بيستمر لمدة أسبوع أسبوعين أو ثلاثة ماكسيموم بعدين بيختفي بحل محله IgG اللي بيعمل Long Term Immunity اللي بيحميك مدى البعيد هو IgG فإحنا أكثر شيء بنعتمد أكثر شيء معظم التست على Detection لل IgG مش على IgM في بعض الفحوصات بيعمل لل IgM إذا المريض أجف أولها بعمل اكاد ديتكت الاي جي ام لكن اذا جاني متاخر يعني الاحتمال ان الاقي اي جي ام صعب جدا بتصير في الحاله تمام
دكتور تذكر لما تكلمنا عن الأمراض إنه في signs, symptoms, physical examination. فأنت بتحدد شو المريض عنده pericardium, pericardium على أساسه. أوكي؟ فإذا كان هذا المرض مثلاً زي pericardium اللي هو the most common cause هو الفيروسز، معناها إنه أنا بدي أعمل تست فيروس أتأكد إن الفيروس هذا موجود ولا لا. تمام؟ الكلينيكال سايز مهمة جداً، إنه أنا بناءً على هاي المعلومات إنه هذا المرض ما بيسببوش إلا فيروس. في هاي الحالة التست اللي بدي أطلبها viral diagnosis. لويه؟ للسيرولوجي لاب. فبسحب منه الدم لهذا المريض وببعثه للمختبر. هنا بيجي دور المختبر والسيرولوجي لاب والسيرولوجيكال تكنيكس. بيعمل فيروس ديتكشن. دايركت واي إذا التست الكيت بيقول لي دايركت ميثود معناها هي ديتكت الانتيجين. هل الفيروس موجود ولا لا؟ إذا قال لي لا هي ويل ديتكت اي جي جي للإبستن بار فيروس أو سيتوميجالو فيروس، بحكي اي جي جي لكل فيروس لحاله، كل كت بيبيع لحاله، ما في كت اي جي جي لكل الفيروسات. اي جي جي لفيروس معين لا اي لا بي لا سي لا دي، هيك الكت بيبيعوا لنا اياها، عشان فيري اكسبنسيف. احنا ما بنفتح الكت هذا الا لما يكون، عشان هو عاده لما بروح بعمل فحص اي فحص فيروسات بقول لي ارجع بعد اسبوعين، مع انه هذا التست بخش 10 دقائق ربع ساعه يعمل لي اياها. ليش بخليه يرجع لنا بعد اسبوعين؟ لانه هو بده يجمع عينات 100 عينه 300 عينه حتى يفتح الكت ويعمل ران. ما بيقدر يفتح الكت عشان عينه او عينتين. لانه فتح الكت هذا لعينه او عينتين بخرب. عرفت كيف؟ السيستم تبعتها يعني قابليتها انه تدكت الانتيجين بتقل. عرفت كيف؟ الحساسيه تبعتها. فذلك هم ما بيفتح هذا الكتس وهو very expensive إلا لما نجمعنا فوق 300-400 عينة ونعملهم ران دفعة واحدة، عشان بتطول تقعد أسبوعين يطلع لك النتيجة. تمام؟ ففي عنا direct زي ما قلت لكم، وفي عنا indirect. direct زي ما قلت لكم بيعمل detection antigen، indirect معناه بيعمل detection للantibodies. هذا المفهوم. الآن بدي أعطيكم أمثلة إيش هما direct و indirect. في هذا الجدول الدايركت اكزامينيشن زي ما انتم شايفين هو بيعمل انتيجين ديتكشن مباشرة باستخدام سيرولوجيكال تكنيك زي اميوفلورسنت مايكروسكوب إلايزا اكسترا. Another way of direct examination by detection استخدام الالكترون مايكروسكوب الميجا الالكتروني. طبعا بالمناسبة احنا ما بنستخدم الميجا الالكتروني، كل واحد يصاب بفيروس بعمل الكترون مايكروسكوب لأنه very expensive. إحنا بنستخدم الكترون مايكروسكوب في حالة واحدة لما يصير زي كوفيد 19 وباء منطقة كاملة تنقصوه بنفس الفيروس، ما عندي وقت إني أعمل دايركت إكزامينيشن هو السيرولوجي هذا أنتيجين ديتكشن سيرولوجيكال تكنيك. فدغري أنا بعمل الكترون مايكروسكوب الحكومة أو وزارة الصحة. للمستشفيات وزارة الصحة ما فيها الكترون مايكروسكوب. المكان واحد فيها الكترون مايكروسكوب هو الباثولوجي بعرفه أو الهيستولوجي. عرفتوا كيف؟ فلما يصير وباء دغري ببعثوها للجامعات أو مراكز الأبحاث اللي هم عندهم الكترون مايكروسكوب إنه تدتكت ذا فيروس، كيف شكل الفيروس؟ مين الفيروس مسبب لهذا المرض؟ الوباء اللي عندي هون. فإذا أنتيجين ديتكشن عبارة عن دايركت إكزامينيشن باستخدام سيرولوجيكال تكنيك، استخدام الكترون مايكروسكوب كمان عبارة عن دايركت إكزامينيشن فيروس ديتكشن عشان نشوف المفروش of the virus particles، وهذه بتستخدم أكثر شيء في حالات الأكاديميكس الوباء. الطريقة الأخرى لاستخدام viral gene detection، بعمل detection لها الجين تبع هذا الفيروس. إحنا عندنا RNA viruses وعندنا DNA viruses. إذا DNA موجود أنا فيروس موجود، نشوف شو كيف شكله. أوكي؟ إيش المشكلة اللي بواجهها بالنسبة للسيرولوجي تيست؟ هنتكلم عليها بعد شوي. بالنسبة للفيروسات، في عندنا أدفانتج وديس أدفانتج إحنا بنسميها. الفحوصات اللي بنعملها في السيرولوجي لاب بنعمل في عدة تيست مش تيست واحد. وفي تيست أكثر حساسية من التيست اللي قبله. يعني كمثال بسيط أعطيكم إياها. فحص الحمل اللي بتعملوها في المرأة اللي بتعملها في البيت. تحط عينة البول ويطلع خط أو ما يطلعش خط. مرات ما يطلعش الخط معها،
بكون ضعيف مش واضح إن حامل ولا لا. فبترجع للطبيب تقول له مش واضح. فشو التست الآخر بكون تعمله واللي وكان يعني 100 يعني as confirmatory test اللي نسميها اللي هو الإلايزا. روح اعمل إلايزا، بتروح تعمل إلايزا بتطلع بوزيتيف. مع إنه أجريتيش تست هذا نيجاتيف طلع عندها أو إنه مش واضح. أو كمثال آخر، واحدة من طالباتنا كانت في مستشفى تتدرب في الأمير فيصل، وعندهم هناك فحص للهيباتيتس بي. هيباتيتس بي عبارة عن فحص زي فحص الحمل، بتحط بس السيرم عليه وبتستنى ثواني بيطلع خط أو لا. عملتها 15 مرة طلع بوزيتيف عندها. انجنن، يعني أنا عندي هيباتيتس بي. بمعنى هيك يعني لما تفحصه 15 مرة وبوزيتيف معنى عندك هيباتيتس بي. فقلنا لها لا استني شوي، روح اعمل إلايزا. فراحت عملت إلايزا اللي هو أكثر حساسية more sensitive and as confirmatory test، طلع نيجاتيف. من الصح هو الإلايزا. ليش؟ لأنه هذا الأجليتنشن تست بيدور على مادة معينة، إذا موجودة بتفاعل معه. تخيلوا الرجل لما يعمل فحص الحمل بيطلع بوزيتيف، تخيل لوين؟ يعني هذا التست تبع الحمل إذا الرجل حط العينة تبعته في هذا الفحص بيطلع بوزيتيف. ليش؟ لأنه المادة اللي بيدور عليها موجودة عند الرجل كمان. عرفتوا كيف؟ يعني احنا الأجليتنشن قصد هنا اللي بدي أوضح، احنا في السيرولوجي تيست لا نعتمد على تيست واحد. وافضل مثال اعطيكم HIV. لما واحد يطلع بوزيتيف الاجليتنشن تيست بنعيد التيست هذا 3 مرات باستخدام الإلايزا. طلع بوزيتيف، ما بروح بخبره كمان، بعمل شيء اسمه PCR او بعمل ويسترن بلوت، يعني بعمل شيء كونفيرماتوري تيست. هذا القصد. انا ما بعتمد على التيست اول واحد. انت لما تروح لاي طبيب ويقول لك انت عندك قلب بدنا نعمل قلب مفتوح، تروح تسلم حالك له وتروح تعمل قلب مفتوح انت ما عندكش شيء. فانت لازم تشوف تمر على اكثر من طبيب استشاري تتاكد انه فعلا بحاجه لقلب مفتوح. انا ما بستشير واحد، بس اكثر من واحد. عرفتوا كيف؟ لانه هي تتكلم عن قلب مفتوح مش شغله بسيطه. قصدي هون انه انا اي السيرولوجي تيست وي دو كونفيرماتوري تيست، مش التست الاول انه اعتمد عليه انه طلع بوزيتيف. عشان وزاره الصحه ما بتنزل في الجرائد انه اكتشاف اتش اي بي او هيباتيتس بي، عدد المصابين بالهيباتيتس بي في الاردن كذا وكذا، الا بما تعمل عده فحوصات هاز كونفيرماتوري، مش فحص واحد. وعلى اساسه لما يتاكد انه كلهم بوزيتيف، هاي يا عمي في عندنا كم عدد اصابات؟ 1، 2، 3، أو 10، 100 حسب العدد. مش من فحص واحد بوزيتيف والله احنا هذا موجود عندنا انه هذا الشخص مصاب. تمام؟ فهذا بالنسبه لثلاث طرق للدايركت اكزامينيشن اوف فايروس. اول شيء راح اتكلم عنه اللي هو بالنسبه للاندايركت ديتكت انتيبوديز. اندايركت اللي هي هاي الطرق، اللي هي مثلا اول شيء السيل كلتشر. السيل كلتشر هتكلم عليها بعد شوي، اللي هي خلايا متراصه مترابطه مع بعض. بيجي الفيروس بحط الفيروس او عينه المريض، فاذا في فيروس بدخل داخل الخلايا بفجرها، يعني بدخل داخل الخلايا بتكاثر بدمرها، فبتصير بين الخلايا فراغات. هاي الفراغات احنا بنسميها سايتوباتيك افكت، اللي هي سايتوباتيك افكت CBE، اسمها بلاكس، فراغات بين الخلايا. وجود الفراغات بين الخلايا معناه انه في فيروس. احنا الفيروس ما بنزرعها في الميديا العاديه، ما بنزرع بلود اجار وشوكليت اجار. الفيروس عباره عن انتر سيلولر، يعني بيعيش داخل الخلايا، فلازم ازرعها في ميديا بتحتوي على خلايا، بنسميها سيل كلتشر. تكنيك مختلف تماما عن البكتيريا. الطريقة الأخرى هي سيرجيكال تكنيك. قلت لكم في عندنا اندايركت إلايزا، هيماجلوتين انهبيشن تيست، هذول عبارة عن اندايركت. اندايركت بعمل ديتكشن للاي جي جي أو الاي جي ام هيموجلوبينز، مش للانتيجين، للانتيبوديز. تمام؟ الطريقة الأخرى اللي هي اندايركت إنه أحقن هذا الفيروس، هذا عمله أنا، أحقنه في الحيوانات هاي الفرعن، وبشوف هل الفيروس بيقضي على هذا فار ولا بيعمل امراض فيها، ايش الامراض اللي بيسببها. انا بالنسبه لاشتغلت على الفيروسات كنت في الدكتوراه بعزل الفيروسات وبعمل ميوتيشن طفرات،
عشان نعمل فاكسين. اوكي، عشان نتاكد انه هذا الفيروس الميوتيشن ضعيف، الفيروس الضعيف هذا مستمر، بروح بحقنه في الفئران وبدلني اراقبهم هل بيضعفوا بمرضوا بيموتوا ولا ستيل هيلثي. فكثير من اللي طلعتهم الطفرات اللي انواع مختلفه كان الفيروس الفئران يكون هيلثي يعني مده شهرين ثلاثه اربعه، وفي قسم منهم لا بتلاقي ثاني يوم ثالث يوم الفئران ميتة، معناها انه باثوجينيك ما بينفعش. عرفتوا كيف؟ هاي قصد باستخدام الحيوانات. Why I use. طبعا هذا الكلام وقتها كان في عندنا هو جماعة حماية الحيوانات، هذول لما يعرفوا احنا بنشغل الحيوانات بيتصلوا فينا بيهددونا في بريطانيا، معروف هذا موجود في امريكا واوروبا يورفوا بالحيوان. اوكي؟ فكانوا شوية يعني confidential، احنا ما بنخبر حدا انه بنشغل الحيوانات هذه. كيف؟ المهم ما تحكي لي انا وشو دخلني، انا شغلي لازم اعمله فلازم اجرب على الحيوانات، اجرب على البني ادم ما بقدرش، اول شيء اجرب على الحيوان بعدين اجرب على الانسان. تمام؟ هاي 3 تكنيكس يوز از اندايركت اكزامينيشن فايروس ديتكشن. بس انا اللي بهمني هون انه في السيرولوجي اندايركت هو بيعمل ديتكشن للانتي بوديز، الدايركت بيعمل ديتكشن للانتيجين. تمام؟ نيجي للموست يوز لاب ميثود في السيرولوجي لاب بالنسبة للدايركت ميثودز، بيستخدم هو أكثر استخداما في المختبرات في الوقت الحالي، أكثر استخداما هو عبارة عن كيتس نشتريها بيعمل دايركت إكزامينيشن إنه هذا الفيروس موجود ولا لا، بيعمل دايركت إكزامينيشن، وهذا التيست اللي هو الدايركت بيعمل ديتكشن للأنتيجين. أوكي؟ من أمثلة على التكنيكس اللي بيستخدمها في عدة تكنيكس في السيرولوجي تيست، في عندنا الكومبلينت فيكسيشن تيست، يعني أنت تطلب في الفحص تبعك إنه بدي تعمل لي CFT كومبلينت فيكسيشن تيست لمين؟ لفيروس كذا. راح أشرح شو معنى كومبلينت فيكسيشن تيست. وفي عندنا أميل فلورسنت تكنيك، هذا بيستخدم فيها فلورسنت داي صبغة مشعة وبنشوفها تحت المجهر فلورسنت مايكروسكوب، حفرجيكم اياها الان. وفي عندنا فحص اسمه نيوترلايزيشن تيست. نيوترلايزيشن تيست انه هل في لما اضيف الشركه بتبيعني اي جي جي او اي جي ام، خاصه اي جي جي اللي هو بيعمل نيوترلايزيشن. شو معنى نيوترلايزيشن؟ الفيروس موجود داخل الخليه، اذا ما في خطر برا بده يطلع بفجر الخليه وبيطلع. تمام؟ هنا بيجي دور الاي جي جي. شو دور الاي جي جي؟ انه بيحوط الخليه هذه ويمنع خروج الفيروس. منع خروج الفيروس من الخليه المصابه نتيجه وجود الاي جي جي حولها بسميها نيوترلايزيشن. كم شو بحكي هون؟ عشان بعتبر الاي جي جي لونج تيرم اميونيتي. ليش الجدري والحصبه ما بنصاب الا مره واحده احنا في حياتنا؟ واحنا صغار. الأم لما تسمع ابن الجيران مصاب بالحصبة بتبعت أولادها روحوا يصابوا بالحصبة، مش العملية متعمد، لا، لأنه لازم ينصابوا، لأنه هم صغار لازم يصابوا مرة واحدة وما راح يتكرر، لأنه هذا الشخص إذا لم يصاب بالحصبة أو الجدري هو صغير إذا احتك بأي مريض هيعديه مباشرة، وعلى كبر بيعمل مشاكل أكثر، ممكن يعمل عقم، ممكن يعمل مشاكل أكثر، يعني يسميها يعني أثر على حياته، ممكن يؤدي الوفاة على كبر. تخيلوا لوين، حتى لو بوجود المناعة. فهو يفضل يكون يصاب وهو صغير ولن يعود المرض مرة ثانية. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على الانفلونزا فيروس مثلا. أنا كل سنة بصاب بالفلو، بس بالفلو انفلونزا مثلا السنة هاي أول مرة، إذا أول مرة بتكون الأعراض قوية جدا، السنة اللي بعده بصاب نفس الفيروس بس بتكون الأعراض أقل. من اللي بخفف من الاعراض الفلو هاي؟ الاي جي جي لما تعرف عليه. عرفت كيف؟ هاي فكره الاميونيتي سيستم. بالنسبه للنيو تكنيكس اللي هو راديو امنيوسينس باستخدام اللي هو راديو مواد مشعه، وفي عندنا ايلايزا اللي هو ساندويتش انزيم اللي هو لينك امنيوسيرفنت السي، وفي عندنا بارتيكل اجريجيشن.
أنا هتكلم عن بعض هذه التكنيك اللي بنستخدم في المختبر to detect viruses directly. يعني بيعمل direct test. بيعمل detection للفيروس موجود ولا لا. وفي عنا Western plot. Western plot وال PCR نفس المفهوم اثنين. بنعمل electrophoresis. بعرف نسميه electrophoresis. سمعين فيه؟ اللي هو run في electrophoresis فبيعمل bands. الفرق بين البي سي ار وويسترن بلوت، ويسترن بلوت بيفصل هذا اللي بحكي عنه هون تحت، هذا بيفصل البروتينات. الباندز هي عباره عن بروتينات. البي سي ار بيفصل الجينات، الجين. الباندز عباره عن جينات، بي سي ار. الاتش اي في اذا الشخص مثلا بيجي يتبرع بدم ولقينا عنده اتش اي في في الإلايزا بوزيتيف، نعيد التست ثلاث مرات بيطلع بوزيتيف. نعمل كونفيرماتوري تيست قبل ما نجيبوا الشخص هذا ونقول تعال هو اجى بالاتش اي في هذا. بنستخدم ويسترن بلوت از كونفيرماتوري تيست. اذا طلع ويسترن بلوت بوزيتيف خلاص هذا عنده اتش اي في. من هون بنجيبوا ونقول تعال هو اجى بالاتش اي في هذا. تمام؟ او استخدم البي سي ار برايمريز تشين رياكشن. بس قلت لهم فرق بينهم اثنين. PCR بيعمل separation للجينات. Western plot بيعمل separation للproteins. ليش احنا بنفضل Western plot عن PCR بالنسبة للفيروسات as confirmatory test؟ لأن الفيروسات كلها عبارة عن بروتينات. تركيبتها 99% عبارة عن proteins. إذا ما كانش 100% تركيبتها. فاحنا بنعمل detection للبروتين باستخدام Western plot. البي سي ار بيعمل ديتكشن للدي ان اي او الار ان اي بس الجينات. هذا الفرق بينهم. بس بوت دي ار كونفيرماتوري تيست انه هذا مصاب ولا لا. ما في شيء يعني هو يا يس يا نو. هذول البي سي ار والويسترن بلوت احنا ما بنلجا انهم هذول الاثنين الا اخر شيء اس كونفيرماتوري انه فعليا هذا مصاب. عرفت كيف؟ لما بعمل التست السابق زي اليزا ويطلع نيجاتيف خلاص ما عنده شيء. إذا طلع بوزيتيف بخاف أخبره يطلع ما عندوش وبروح بعمل كونفيرماتوري تيست هو البي سي ار أو الإلايزا. لأنه صعب جدا تقول لواحد أنت عندك اتش اي في أو عندك أي فيروس إن كان تقول له أنت عندك هذا الفيروس. الكل بيرتعب بيصير بخاف. فأنا ما بعمل هذا الحكي أو وزارة الصحة ما بتعمل هذا الحكي إلا تدو كونفيرماتوري تيست هي بنسميها اللي هي ويسترن بلوت والبي سي ار. عشان أوضح بعض التست كيف بنشتغل أو كيف نعملها. كثير مختبرات ما عندهم فلوس مايكروسكوب لكن في بعض المختبرات فيها فلوس مايكروسكوب. فلوس مايكروسكوب بري إشي ممتاز جدا. ويعني هي كان ديتكت الفيروس مش الفيروس هي كان ديتكت الخلايا المصابة. يعني شو معناها هون في الفلوس بيستخدم فلوس مايكروسكوب عشان أوضحها بالضبط شو بيصير. بتجيب عينة المريض بنحط على السلايد بنضيف عليها أول شيء من الشركة نفسها بنضيف عليه برايمري أنتيبودي العينة نفسها تبع المريض اللي فيها الأنتيجين هو التارجت بروتين. هذا الشركة بتبيعني ريجنتس. عارف ايش معنى ريجنتس؟ مواد عشان أضيفها لعينة المريض وبتفاعلوا مع بعض وفي النهاية بيعطيني كلر. أوكي؟ فأنا بضيف البرايمر أنتيبودي لهذا التارجت لعينة المريض. إذا موجود هذا التارجت دغري بمسك فيه لأنه أنتيجين. أنتيبودي بمسك هذا الأنتيجين مسكه بضيف عليها صبغة اسمها فلوروكروم صبغة فلوريسنت مشعة. تمام؟ فبصير الخلية هاي المصابة ملونة. تمام؟ فبيطلع لي بهذا الشكل. شايفين؟ أي خلية ملونة معناها خلية مصابة. خلية مش ملونة معناها مش مصابة. كل ما زاد عدد الخلايا الملونة معناها الإصابة عالية. هاي ميزة فلوس مايكروسكوب. بس شو عيبه أو الديس أدفانتج تبعه؟ إنه فيري إكسبنسيف. إلكترون مايكروسكوب عفوا فلوس مايكروسكوب هو عبارة عن ضوء لام بيطلع إشعاعات. هاي الإشعاعات بتمر خلال الفلتر. هذا الفلتر ما بيسمح بمرور إلا اليوفي لايت.
UV light, ultraviolet light. فاليوفي لايت بيمشي بلاقي قدامه عدسة، عدسة هاي العدسة بتعمل انعكاس على الستيج اللي فيها العينة، فدغري بروح على العينة فيروح خلالها، فإذا ملونة دغري بحولها إلى هذا اللون بتصير مادة مشعة. فأنت بتحط عينك على الآي بيس وبتشوف العينة، فبتشوف الخلايا ملونة وخلايا غير ملونة. الملونة معناها مصابة، إنه في فيروس جواها. طبعا شو مشكلة فلوس مايكروسكوب؟ مش أي حدا بيشتغل عليها، فيها فلاتر. ليش فلاتر؟ لأنه لما يوصل للآي بيس إذا ما الفلتر مش مسكر دغري بيطلع يضرب عينك، يعني بيعمل لك كانسر، يدمر عينك لما يوفي لايت. ففي فلاتر إحنا بنسكرها عشان لا يسمح بمرور اليوفي لايت إلى الآي بيس. عارف شو من الآي بيس؟ بتحط عليه عينك عشان تشوف العينة. فده كان ما بيستخدم فلوريسنت مايكروسكوب إلا أشخاص متخصصين عارفين يشتغلوا على هذا الجهاز، يعني ناس practicing how to use a fluorescent microscope. والشغلة الثانية إنه very expensive. ليش؟ الصبغة هذه الفلوروكروم very expensive، ولكن كثير مستشفيات ما بيعتمدوا عليها مع إنه is very good. يعني تشوف بس الخلايا، هاي شوف كيف الخلايا تطلع واضحة وملونة أصلا، تطلع مبين يعني في انفكشن ولا. هذا واحد من التست ممتاز. هذا اللي بقول اي حاجه ملونه معناها مصابه، هذا اللون اسود غير مصاب، عرفت كيف؟ هو بيعمل ديتكشن الخلايا المصابه فبيلونها، فبتشوفش قدامك الا الخلايا المصابه، لان الفيروس ما بقدر اشوفه بالفلورسنت مايكروسكوب لان الماجنيفيكيشن قليل. تفضل. يعني نشوف مصاب غير مصاب بس ما يشوف نوع بعد. نعم ما بشوفه، بس هو لما يبعطيك الصبغة لما ببيعك إياها بيقولك هذا للسيتوبيكال فيروس، هذا للإستنبار فيروس، الشركة نفسها. فإذا في خلايا مصابة وتقعد بعمل ديتكشن للسيتوبيكال فيروس معنى هذا السي إن بي اللي موجود داخل الخلية، بس ما بتشوف الفيروس نفسه، عرفت كيف؟ تمام. هذا فكرة الفلوس المايكروسكوب، لأن حتى فلوس المايكروسكوب فيه دايركت وإن دايركت. هذا دايركت بعمل هذه الطريقة هي دايركت للأنتيجين مباشرة، إن دايركت بعمل ديتكشن إنه الأنتيبودي موجود ولا لا. الإن دايركت أنا بضيف تو أنتيبوديز، أنا بضيف ون أنتيبودي. التست الآخر اللي بيستخدم دايركت ميثود في السيرولوجي هو إلايزا، هذا أكثر استخداما. بنك الدم ما بيستخدمنا على هذا الجهاز اسمه إلايزا. هذا الجهاز حساس جدا وبيعمل ديتكشن للإيميوجلوبينز خاصة الأنتيبوديز، وكمان بيعمل ديتكشن للأنتيجين حسب التكنيك اللي انت بدك تستخدمه. الشركة لما بتبيعني الكيت بتقول لك هذا دايركت إلايزا تيست للسيتوميجالو فيروس أو الهربس فيروس للمامس. تخيل لكل فيروس بكتب دايركت أو إندايركت. وحتى لما يعمل ديتكشن للأنتيبوديز بقول لك هذا بيعمل للاي جي جي للاتش اي في، اي جي ام للاتش اي في، الكيت نفسه. عشان قلت لكم احنا ما بنقدر نعمل التيست هذا غير لما يجمع لي، لانه هذا الكيت عباره عن 30 40 او 50 او 100 عينه، فلازم اجمع كل هاي العينات واعملهم رن مره واحده. ما بقدر افتح الكيت عشان عينه واحده او اثنتين. تمام؟ شوف انت في المستشفى ما راح يجيك واحد او اثنين، حيجيك عدد كبير. فالمستشفى بالنسبه لنظره انه لما يجيب كيت صغير حيكون سعره اغلى، فلما تشتري كميه اكبر بيكون اخف شوي في السعر. هذا قصدي يعني، عرفت كيف؟ والمشكله معظم المستشفيات الخاصه ما بيعملوا هاي الفحوصات، كلها بيحولوها للمستشفيات الحكوميه او بعض المستشفيات اللي بيعملوا هذه الفحوصات لانه فيري اكسبنسيف، مش كلهم بيعملوها. لك شو جابني اعملها؟ روح اعملها في مستشفى ثاني او مختبر خاص، مش كلهم بيعملوها لانه فيري اكسبنسيف. تمام. هذا يعني عباره عن شايفين هذا التريز اللي هون 96 ويلز بنسميها، بحط في عينه المرضى وبضيف عليها اللي هو الريجنت تبع الشركه، وفي النهايه بعطيني لون الوان، شايف في النهايه بعطيني كلر. إلايزا بيحس نسبه الكلر الموجوده، يعني هنا
أنا حطيت المونوكلونال أنتي بودي كوتيد ويل موجودة هون في هذه الحفرة مع الرياجين تبع الشيء تبع عملنا غسيل. الآن إذا في أنتيجين أنتيجين بالطبط مع الأنتي بودي تشكل هون، بعدين بضيف عليها أنظر السكن مونوكلونال أنتي بودي عشان يرتبط معهم. مجرد ما ارتبط معهم بيعطي الكلر، فالإلايزا بيقيس الكلر، نسبة الكلر هذا. كل ما كان الكلر قوي جدا عالي يعني هاي دنسيتي فبيعطيني انه الرقم عالي، انه الاي جي جي عالي، انه في اي جي جي موجود او انه الانتيجين موجود بكميات كبيرة. لما يكون لون اخف معناه عدد اقل. فهمت شو قصدي هون؟ هو بيقيس اللون، درجة اللون بمعنى اخر. هذا اللي بيعمله الإلايزا. وإلايزا في دايركت وإندايركت. دايركت معناها انتيجين، بيعمل ديتيشن انتيجين. إندايركت رح نتكلم بعد شوي، بيعمل ديتيشن لوجود الانتيبودي او لا. قسم منكم حيسألني يقول لي طيب شو ليش انا بعمل إندايركت؟ بعمل إندايركت وخلص، انا بدور على انتيجين ما بدور على انتيبوديز. انا مشكلتي مع بعض الناس اللي هم حاملين للفيروس، خاصة النساء مثلا. النساء لما قبل ما يحدث يصير الحمل احنا بنعملهم فحص انه هل عندها اي جي جي، عندها مناعة ضد فيروس والريبيلا ولا لا. اذا ما عندها مناعة دغري لازم تاخذ فاكسين قبل ما تحمل، لانه اذا حملت وصار عندها فحص يعني حملت وصيبت بالريبيلا هذا الجنين لازم should be terminated بمعنى اخر. شو معنى terminated؟ انه لازم تتخلص منه. ليش؟ لانه حيولد مشوه ومنتر ريتارديشن وعنده مشاكل كثيرة. كل أعضاء أو كل جزء من جسمه فيها ديفكت، فبيصير عالة على الأهل وعالة على المجتمع وفي النهاية بيموت. هيجي بعضهم من الناحية الدينية إنه حرام ما حرام، أنا بتكلم عن مسألة يعني طبية بحت واضحة مؤكدة. إذا المرأة أصبت بالريبيلا أول مرة في حياتها وما عندهاش مناعة، البيبي هذا هو حيتدمر، حيموت هو جوا الرحم أحيانا. وإذا ولد حيولد مشوه وعنده منتر ريتارديشن، قلبه غير مكتمل، الرئتين غير مكتملة، كل الأمراض تتخيلها موجودة عنده. ما راح يطول، شو بدك تعالج وتعالج فيه؟ فبيموت في النهاية. هما في شغلتين أو تو فيروسز بنعمل تيرمينيشن للحمل، اللي هو الريبيلا والسايتوكاين فيروس، هذول الاثنين. لا سمح الله إذا صيبت المرأة أول مرة لازم أعمل تيرمينيشن هذا الحمل، وإلا بولد الجنين مشوه وعنده إذا ولد طبيعي منتر ريتارديشن. عم شمع منتر ريتارديشن بيكون عنده أمراض، كل شيء أمراض القلب الرئتين كل شيء كل شيء ناقص يعني مش مكتمل، غير بلايندنس والديفنس، وفي النهاية بيموت لأن ما بيطول. فبقول لك هذا عالم مشرف حرام إنك تجيبه. عشان كده المطلوب من المرأة دائما تروح تفحص. عشان كده المطلوب إنك تروح تفحص إنه هل أنت عندك آي جي جي ولا لا ضد هذا الفيروس ولا لا، عندك مناعة ولا لا. أنا كشخص عندي مناعة ضد كوفيد 19 ولا لا، فبفحص إنه بدور على آي جي جي موجود عندك ولا لا. آي جي جي موجود معناته مناعتك شغالة، آي جي جي مش موجود معناته مناعتك مش شغالة، بدك تاخذ فاكسين. هذا المقصود. وهي العملية احنا ويوزد تدتكت باستخدام الإلايزا هذا. طبعا هذا الطريقة المكتوبة هنا عبارة عن دايركت، فبنعمل دايركت تكشن للأنتيجين. زي ما تشوفين هون هاي الألوان كيف تظهر. فالجهاز هذا الإلايزا بقيس هاي الألوان على الدرجات وعلى أساس القراءات بعرف إذا كان نورمال أبوف ذا نورمال أو بلو ذا نورمال. نيجي للكونفكسيشن تيست. احنا بجسم لازم نتذكروا انه في انتيجين وانتي بودي. الانتيجين هو الفيروس او البكتيريا او جسم الغريب، مجرد يدخل لجسمي دخل الجسم بيطلع لي انه بتخط خط الدفاع رقم 1 خط الدفاع رقم 2 وبنرجع لخط الدفاع رقم 3 هو الانتي بوديز. انتي بوديز المقصود فيها الاي جي ام والاي جي جي. اذا الانتيجين موجود لحاله بيمسكه وبيقضي عليه، بيمسكه دغري قبل بيمسكه هيك وبيدمره. مشكلته وين مع الفيروسات أو البكتيريا اللي بتعيش داخل الخلايا؟ بيقدرش يوصل له، فبيحوط بيحوط الخلية هاي ويمنع خروج البكتيريا أو خروج الفيروس. هاي العملية احنا بنسميها نيوتراليزيشن. تمام؟
الشغله الاخرى انه الانتيبودي عشان يدمر هاي الجرثومه لما يمسك هذا الانتيجن بده يدمره ما بقدر لحاله، مرات بحتاج لمساعده، فبطلب شيء اسمه كومبلمنت سي 5. بقول له الكومبلمنت تعال ساعدني القضاء على هاي الجرثومه. تمام؟ الكومبلمنت بيطلع وين في انتيجن انتيبودي ماسكين بعض بيمسك معهم فبيدمر هاي الجرثومه. شو اللي بيصير عندنا هون مرات احيانا شو اللي بيصير انه الكومبلمنت بيطلع وما لقاش انه الانتيجين مش مرتبط مع الانتيبودي او الانتيبودي مش مرتبط مع الانتيجين ما بيقدرش يمسك فيهم. فبيمسك في مين؟ في كرة الدم الحمراء بكسرها. فبيعمل هيموليسيس. طبعا هذا كلام مستحيل يصير بجسمنا. مستحيل الكومبلمنت تطلع لحاله وما في انتيجين انتيبودي ماسكين بعض. لأن إذا ما في انتيجين انتيبودي ماسكين بعض بيمسك في كرة الدم الحمراء بكسرها. فبيعمل لنا انيميا. جسمنا وهذا الكلام ما بيصير. هنا اجت فكرة كونفكسيشن تيست ان الشركة بتبيعك الكومبلمنت وانت بتجيب عينة المريض اللي هي السيرة وبتبيعك الكومبلمنت طبيعيجن الكومبلمنت بتبيعك الريد بلود سيلز الكومبلمنت والريد بلود سيلز من هدول بتضيف من عينة المريض. اذا الانتيجين موجود الكومبلمنت انتيبودي حيمسك فيه والكومبلمنت حيمسك فيه فما بيصير هيموليسيس. نو هيموليسيس معناها بوزيتيف تيست. شو معنى بوزيتيف تيست؟ انه في انتيجين في انتيبودي تبع الشخص. لانه ما في هيموليسيس معناها الكم لسه في الانتيجين انتيبودي فاينل لسه بعض الشيء. هي الرسمه. هاي الانتيجين ميوتيشن سيري هاي الانتيبودي من الشركه والكومبلمنت من الشركه. اوكي؟ الان الانتيبودي اول شيء هذا بيمسك هذا الانتيجين برتبط معه بيكون برتبط معه هنا ما بيصير هيموليسيس لما ارتبطوا مع بعض وجود الكومبلمنت انديكيتف انه هذا في انتيجين اوكي نوع هيموليسيس لما في تكسير الدم الحمراء يكون ما كسر كرة الدم الحمراء هاي الحالة التست هاي الحالة بسميها بوزيتيف امتى بعتبر كونفكسيشن تيست هذا بوزيتيف ان الانتيجين موجود في عينه المريض لما يكون ما في هيموليسيس ان الكومبلمنت ما كسر كرة الدم الحمراء ليش؟ لانه ارتبط مع الانتيجين والانتيبودي الانتيجين ارتبط مع الانتيجين فهو مرتبط معاهم ما مرتبط مع كرة الدم الحمراء فبصير نو هيموليسيس فهذا بوزيتيف اذا ما ارتبطوا مع بعض نو انتيجين لكن في انتيبودي وفي كومبلمنت تبع الشركه لكن انتيبودي ما في شيء مرتبط معه ما في انتيجين في هاي الحاله اذا الكومبلمنت موجود فالريد مرتبط مع الريد بلود سيلز شو بيعملها هيموليسيس بكسرها لانه ما في شيء انتيجين وانتيبودي مرتبط ببعض فبروح بيمسك الكرة الدم الحمراء وبكسرها في هاي الحاله التست نيجاتيف نيجاتيف معناها ما في انتيجين الفيروس ما هذا الانتيجين مش موجود في عينه المريض وهذا التست احنا بنسميه كومبلمنت فيكسيشن تست. الشركه بتوفر لك ثلاث شغلات بتوفر لك اللي هو هذا الانتيبودي بتوفر لك الكومبلمنت والريد بلود سيلز بتجيب هذا العينه بتجيب السيرم تبع المريض بتحط عليها ريجنت رقم واحد هو اول شيء الانتيبودي بتخليها 10 دقائق عشان تعطي فرصه الانتيبودي يمسك اذا كان في انتيجين يمسك فيه بعد 10 دقائق بتضيف عليها الكومبلمنت الكومبلمنت بيدور اذا في انتيجين انتيبودي ماسكين بعض بيمسك معاهم بعدين بتضيف عليهم تقريبا 10 دقائق بعدين بتضيف ريد بلود سيلز الان اذا الكومبلمنت مش مرتبط مع الانتيبودي اللي هو مرتبط مع الانتيجين حيمسك في الكرة الدم الحمراء هاي بكسرها فبيعمل هيموليسيس اذا ما عمل هيموليسيس معناها مرتبط مع الانتيجين والانتيبودي انه الانتيجين موجود فإذا نو هيموليسيس معناها إنه الأنتيجين موجود هيموليسيس معناها الأنتيجين مش موجود تمام؟ هذه فكرة كونفكسيشن تيست طريقة أخرى للتوضيح اللي هي إنه الأنتيجين مرتبطين مع بعض شايفين هون بيشنت سيرم إذا كان في حالة هاي الحالة ما بيعمل هيموليسيس لكن إذا كان ما في أنتيجين بيعمل هيموليسيس ليش بيعمل هيموليسيس؟ لأنه الكومبلمنت ارتبط مع كرة الدم الحمراء ما ارتبط مع الانتيبوديز لأنه ما في انتيجين. فبيعمل هيموليسيس هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف.
هنا نوع هيموليسيس هذا عبارة عن positive test, confirmation test. إذا كان لونه أحمر معناه صار تكسير الدم الحمراء, فما confirmation test نيجاتيف. إذا الكوبري متكسر الدم الحمراء فهي الحالة إنه ما في أنتيجين. تمام؟ هذا نوع هيموليسيس وهذا هيموليسيس. هيموليسيس. هاي التست يسمى confirmation test. الطريقة الأخرى عشان تديتكت الفيروس زي ما قلت لكم دايركت اللي هو استخدام الإلكترون مايكروسكوب. الفيروس هو أصغر الكائنات, ربنا خلقها أصغر الكائنات, تخيلوا يعني أصغر خلايا فيروسية خلايا هي الفيروسات, حجمها بالنانوميتر ما بالقصد, بكتيريا بالمايكروميتر, تمام, الديدان بالمليميتر. المليمتر بشوف بالعين مجرد الديدان. البكتيريا ما بقدر بشوفها إلا على الميكروسكوب العادي هو 40x 100x, تمام, وبقيسها بالمايكروميتر اللي 10^-6. النانوميتر هي الفيروسات اللي أصغرها حجما, حجم صغير جدا, أوكي, بالنانوميتر اللي 10^-9. الآن واحدة من الشروط عشان تشوف هذا الفيروس بارتيكلز, عشان تشوف زي هذا الفيروس روتافيروس هذا الشكل فيروس سداسي الشكل أو أدينو فيروس نون انفلوبت, تحتاج إن العينة تحتوي على 10^6 فيروس بارتيكلز. يعني لازم تكون في العينة 10^6 فيروس بارتيكلز حتى عمل ديتكشن لهذا الفيروس باستخدام الإلكترون مايكروسكوب اللي هو هذا. أنا المفروض تكون 10^6 فيروس بارتيكلز في العينة حتى أكن ديتكت الفيروس. ومش بس هيك, واحدة من الشغل عشان تشوفها عشان تشوف هذا الشكل يحتاج ماجنيفيكيشن 50^60000x اللي هو هذا, وهذا الكلام 50^60000x موجودة بس في الإلكترون مايكروسكوب. المايكروسكوب العادي ماكسيموم 100x. البكتيريا بقدر أشوفها لكن ما بقدر أشوف الفيروسات. عشان نشوف الفيروس لازم نحطه 50^60000x عشان نشوف هذا الشكل الفيروس. واحدة من المتطلبات عشان نشوف الفيروس باستخدام 50^60000x بالميكروسكوب إنه العينة يجب أن تحتوي, هذا الشخص عنده في عينته 10^6 خلية فيروسية. إذا أقل من هيك بصير صعب أشوفها. ليش؟ لأن بصير أدور في هذا كل المنطقة كلها لغاية ما ألاقي واحدة. تخيلوا لوين؟ جماعة الإلكترون مايكروسكوب كفكرة هو عبارة عن جهاز كبير يأخذ غرفة كاملة. الآن عملوا بورتبل وان. بورتبل يعني حجم صغير. الحجم الكبير شو كنا نعمل؟ فيها قطعة حديد زي ملعقة شكلها. بنطلع يعني بنلفها وبنطلعها وفيها قاعدة. هذه القاعدة بنحط فيها جريد. الجريد هي بدل السلايد. تعرفين الزجاجة الشريحة؟ الشريحة الزجاجة بنحط عليها العينة. في الإلكترون مايكروسكوب ما بيستخدم الزجاج, بيستخدم إشي اسمه جريد. جريد عبارة عن قطعة نحاس صغيرة جدا, 5 مليمتر دايمتر تبعتها, 5 مليمتر دايمتر تبعتها, وبكون موجود فيها زي المرخل مربعات. هذه إحنا كيف نعملها؟ كنت أعملها بالطريقة التالية, نضيف عليها مادة اسمها, مش ضروري تعرفوا اسمها, بس هي مادة جيلاتينية بنحط عليها. في مادة بودرة كنا نحط على المية سخنة فتتوزع على سطح الماء. بجيب هذا الجريد بحطه تحت, برفعه بنزله من تحت المي وبرفعه فبيصير على سطح الجريد. ليش أنا بستخدم هذا المادة الجيلاتينية؟ لأنه على أساس إنه يسكر الفراغات, لأنه فيها بتقوم زي المرخل هو, أوكي, وبحط عليها 2 أو 3 drops من عينة المريض على هذا الجريد, وبحطها في هذا الملعقة هذا الكوب في المكان هذا, بسكرها وبرجعها وبلفها دغري, بسمع صوت إنه الجريد نزل منطقة معينة, نزل, تمام, نزل في مكانه. الآن وين بدور على الفيروسات؟ بدور في المربعات الفراغ. تخيلوا مش في زي مربعات, قلت لكم زي المرخل هو, ففي المربعات الفراغ دا
بلاقي الفيروس موجود هنا مش على الأقران، فبيطلع لي هذا الشكل الفيروس بدور عليه. بس لازم تحتوي العينة 10 قوة 6 فيروس بارتيكلز، العينة اللي حطيتها وعشان أشوفها لازم أكبر أعمل ماجنيفيكيشن 50 ل 60 ألف إكس، فدغري بالشاشة قدامي دغري بتبين المربعات، وفي النص بكبر 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 لغاية ما يطلع لي صورة الفيروس، بيطلع لي شكل الفيروس. بالمناسبة انتم مايكروسكوب مشكلته فيري اكسبنسيف، تصليحه غالي، هاي مشكلته. يعني لما يخرب عندنا شغلة معينة في الجامعة العشوائية، كان عندنا جهاز مايكروسكوب يلا السنة بدهم يتصلوا بشركة الأم في هولندا ولا مش عارف وين، قبل ما يبعثوا لنا القطعة عادوا سنة ثانية أو سنتين حتى بعدها. هاي مشكلة الشغل لما يكون مش مصنع في البلد نفسه. It's very expensive وحساس جدا. وذاك كمان بحتاج للشخص متدرب عليه، مش أي حدا بيشتغل عليه. المشكلة لأنه الجريد هذا لما بحطه داخل الجهاز ديك الميكروسكوب لازم يصير توتالي دراي. إيش معنى توتالي دراي؟ يعني ناشف تماما. لما كنت أحط العينة هاي كنت أتركها برا يعني على درجة حرارة الغرفة لمدة 3-4 أيام لغاية ما تنشف تماما. لأنه إذا فيها نقطة مي مع هاي فولتج كان بخرب الجهاز. عشان ما بيسمح لأي حدا يشتغل عليه إلا واحد بيكون متدرب عليه وما بيحط العين متأكد من كل شيء تمام. في واحد متخصص هو شغلته الإلكتروميكروسكوب، إذا بدي أجيب لك العينة تعمل لي ران في الإلكتروميكروسكوب. أول شيء بتأكد إن الجريدز كلها ناشفة تماما، الجريدز هذول اللي هم اللي فيها العينة اللي هم ناشفين تمام، هو بيعمل ران، هو اللي بيجيب الجهاز بيشغل الجهاز وبيعمل ران في الجهاز وبيعمل كل شيء. أنا بس بقعد أتفرج عليه، أنا بس بحط له العينة في الجريدز هذول هو بيعمل ران لوحده. وعملية متعبة بس هذا اللي قاعد بيصير. يعني كمثال إن الشخص اللي دربوه في الجامعة العشمية على الإلكتروميكروسكوب هي كان أولها كانت لاب تكنيشن أو أسيستنت ريسيرش، ودوها على أساس إنه كانت يعني هي عبارة عن فنية مختبر كانت في الأول. وراحوا دربوها في الشركة في هولندا، وهي الوحيدة اللي تعرف على هذا الجهاز. فجأة راحت كملت ماجستير ودكتوراه، وهي بتعمل ماجستير ودكتوراه فيش حدا غيرها يشتغل على الجهاز، ضل الجهاز مسكر، ما حدش يشتغل عليه. ليش؟ لأن الشخص الملم بهذا الجهاز سافر، راح يكمل دراسته. ورجع الدكتورة بجامعة العشمية كانت. فأي واحد يشتغل على الجهاز بيرجع له المسؤول عليه. هاي مشكلة الجهاز يكون مايكروسوفت مش أي حد بيشتغل عليه. عرفت كيف؟ هاي واحدة من الديس ادفانتج اللي بعتبرها. تمام؟ أكثر العينات اللي بنستخدمها عشان تديتكت بايستير مايكروسكوب عينات البراز للفيسز فيزيكال فلويد سكن سكرابي، لأنه هذول أكثر الأمراض بتصير فيهم على شكل وباء، إنه وباء منتشر نتيجة مثلا زي الروتا فيروس اللي بيعمل إسهال. أوكي؟ أدينو فيروس، نورو فيروس، بالنسبة لهذول بيعمل زي وباء، فالعينة بناخذها البراز فيسز بنعملها رابط الإلكترومايكروسكوب. الفيزيكال فلويد زي هبسيلوس فيروس بارسيلوزوستر فيروس. بارسيلوزوستر فيروس هو عبارة عن تو فيروس، هو اللي بيسبب الحزام الناري هذا. بارسيلنا أول مرة بيصيب الأطفال عمره 5 سنين، بدل على شكل حبيبات على كل جسمه زي كان عنده حصل، بعدين بيختفي. لما يكبر لسبب ما صار عنده نقص مناعة بصير عنده بدل هالمرة مش البارسل بدل الزوستر رقم 2 بيعمل عنده شينجلز. شينجلز اللي هو الحزام الناري، عارفين الحزام الناري صارين فيه، هاي بسميها شينجلز. سببها بارسيلا زوستر فيروس اللي هو هذا. سكن سكرابينج زي بابيلوما فيروس، بابيلوما فيروس خطير جدا بيعمل واتس، عارفين زي حراشف بنسميها، شفت السمك الحراشف السمك، فبيصير الجزء عليها حراشف. ففي واحدة من الطالبات عملت برزنتيشن عن بابيلوما فيروس، فجابت لنا صورة من سيدة من ألاسكا القطب الشمالي، كانت سيدة من عالم آخر كلها على شكل جسمها كلها حراشف، كانت مصابة بهذا الفيروس البابيلوما فيروس. طبعا البابيلوما فيروس بيسبب سيرفيكال كانسرز يعني سرطان الرحم عند النساء كمان،
غير الوايتس. فعلا وليس تكون تبيوزن بيعمل سكان انفكشن. كلها عبارة عن فيروسات. إذا لا سمح الله صار وباء، هاي العينات اللي بيستخدمها لكل واحدة منهم وبتيد بايت الميكروسكوب. هاي الشروط المفروض تتوفرها إنه على شقوة 6 بايت اللي تكون في العينة هذه، والماجنيفيكيشن 50 إلى 60 ألف إكس. بهاي الطريقة بشوف الفيروس دايركت. وإذا بتلاحظوا أنا ما بستخدم هاي الميكروسكوب لكل أنواع الفيروسات، ما بستخدمها لها. الـ HIV أنا ما بستخدمه، إذا كان مصاب الـ HIV ما بستخدم الميكروسكوب، بستخدم إلايزا وكونفرماتور التاسع وويسترن بلوت أو PCR. إيش المشاكل اللي زبطت لكم اللي هو إنه very expensive جهاز الكمبيوتر، هاي disadvantage طبعا، وإنه expensive maintenance إذا خرب تصليحه يحتاج غالي، وفي نفس الوقت بدك تستمر لغاية ما يبعثوا لك القطعة، و required experience observer اللي هو الشخص المتخصص على هذا الجهاز تدرب عليه وعارف كيف تشغله. هاي اللي بعتبرها disadvantage، عشان هيك في المستشفيات كلهم تقريبا ما عندهم الكترون مايكروسكوب. لا سمح الله بدهم يستقلدوا مايكروسكوب عشان يكشف عن هذا الفيروس، دغري بيحولوها على الجامعات من جامعات فيها الكترون مايكروسكوب، او بيحولوها لمراكز الابحاث يكون عندهم الكترون مايكروسكوب، فبيضطروا يلجوا لهم عشان تديتكت هذه الفيروس. ليش وزاره الصحه ما بتوفرش الكترون مايكروسكوب بمستشفياتها؟ لانه فيري اكسبنسيف، غالي جدا. ليش اوفر؟ حسب علمي موجود في كلية العلوم. هون عندنا كلية المعنى. شايفين دغري بفرجيك الفيروس شكل الفيروس بارتيكلز كيف شكل. ابدا بهي الطريقة انتم على 15 او 16 اكس. تمام؟ نيجي للموليكيولار ميثودز. ممكن مثلاً عندنا كثير طرق، بس واحدة من الطرق المهمة جداً وهي أكثر استخدام حالي في عمل diagnosis هو PCR polymerase chain reaction، هو أكثر استخدام. طبعاً هذا شو مشكلته؟ هو مش مشكلة، هو هي ميزة. PCR عبارة عن confirmatory test لكل شيء. PCR لو أبدأ فيه، يعني لو هو أول واحد بعمله، يا مصاب يا غير مصاب، يعني اسود يا ابيض، يا يس يا نو، ما عندي شيء. يعني لما يقول لك يس معناها مصاب فعلا، عرفت كيف؟ ليش؟ لان احنا بنعمل بي سي ار، بنعمل رن على الجهاز اسمه بي سي ار، بعدين بنعمل رن على الكتروفريسس على الجل، فبيطلع باندز، بقارنها بالكنترول. انا عندي اتش اي في بوزيتيف كنترول، هاي الباندز تبع الاتش اي في بالمرضى، هاي الباندز اللي طلعت، بقارن الباندز تبع المرضى بالبوزيتيف كنترول. اذا زي بعض معنى مؤكد انه هذا اتش اي في، اذا الباند مش زي بعض معنى ما عنده اتش اي في. عرفتوا كيف؟ بهي الطريقه احنا بنستخدم البي سي ار. هاي ميزه البي سي ار، وهو الان يستخدم في المستشفيات انه اس كونفرماتوري تيست. في بعض الطلاب كانوا يسالوني طيب انا بدل ما اعمل إلايزا دغري بعمل بي سي ار واريح راسي. الكوفيد 19 اصلا اذا بتلاحظوا وقت الكوفيد 19 كل الفحوصات كانت بي سي ار، المرض كان منتشر ومعروف، ما كانوا يستخدموا إلايزا. لكن لما تيجي للـ HIV أو تيجي للـ Hepatitis B ما بروح يستخدم دايركت الـ PCR، دول أول شيء بيعمل إلايزا بعدين بيعمل PCR. مزبوط؟ هذا اللي قاعد بيصير الآن. فالـ PCR واحد من التكنيكس اللي يستخدم تي ديتكت الفيروسز أس كونفرماتوري. أنا كمريض بتقول لي أنا عندي Hepatitis B لا سمح الله وعندي HIV، أنا مش مقتنع، فبقول لهم اعملوا لي بي سي ار اتاكد. اذا البي سي ار طلع بوزيتيف هنا انت بوزيتيف، معناها مصاب. البي سي ار فكرتها او احنا عندنا في البي سي ار عشان اعملها ران بجيب عينه المريض وبفصل الدي ان اي او الار ان اي سواء كان بكتيريا او فيروسات. تمام؟ في عندنا كيت اسمه ديني اكستراكشن او ار ان اي اكستراكشن، كيت يعني بيشتري من الشركه اسمه ديني اكستراكشن، بفصل الديني وبفصل الار ان اي في بروسيجر معينه. فصلت الديني وفصلت الار ان اي، هذا
بعدين بضيف عليها شيء اسمه برايمرز، بعشان تشرحلكم اياها الدكتوره. برايمرز بنضيفها للدي ان اي او هذا الار اي اي اكسترا. برايمرز انواع واشكال، عباره عن نيكلوتايد عددهم 13 14 رقم اي تي سي سي جي جي، بعرفش يعني حسب التست اللي بتعمله. بتحط هذا البرايمرز مع الدي ان اي او الار ان اي هذا وبتعمل له رن في البي سي ار، هذا اسمه بي سي ار. هذا بيعمل درجة حرارة مختلفة. أول شيء بيعمل ديناتوريشن، إن الـ DNA إذا كان دبل هيليكس، خليهم ديناتوريشن بيكونوا متوازيين مع بعض. بعدين عندكم 3 برايم و 5 برايم، بعرفش هذا الكلام أخذتوه، 5 برايم و 3 برايم. هو عادة بيبدأ يصنع نيو باند من 3 برايم و 5 برايم. 3 ل 5، من جهة ثانية 3 ل 5. بعدين بيصنعها على درجة حرارة مختلفة بيصنعها اكستنشن. بتمدد. اوكي؟ خلص بطلعها من جهاز البي سي ار بعملها رن في الجيل اللي هو الالكتروفوريسيس فبيطلع على شكل باندز. إذا موجودة طبعاً. هذا كفكرة مبسطة أنا كيف الديتيلز هذا مع الجينيتكس المفروض أخذتها مع الدكتورة لما. تمام؟ ايش الديس ادفانتج او ادفانتج تبع البي سي ار؟ الادفانتج تبعته انه هايلي سنسيتيف، يعني يا صح يا يا لا، يعني ما في عنده شيء ثاني. وهذا التست يعني فيري كونفرماتوري تست. اوكي؟ هايلي سنسيتيف. اعطيكم مثال، زميل لي دكتور عمل دكتوراه في المانيا، بحكي له اجى من الجامعه الهاشميه، اشترى الريجنتس البرايمرز وهي الريجنت اللي خلصها بالبي سي ار وحطها في الثلاجه. احنا عندنا في الجامعة الهاشمية مرات بتقطعوا الكهرباء بالمسيكة وخاصة في الويكند قطعت الكهرباء. طبعا لما تقطع الكهرباء بفصل الجهاز الثلاجة ها، فكل الريجنت تبعهم يخربوا. ليش؟ لأن السيستم تبعتها نزلت كله كم. هاي مشكلة البي سي ار انه الريجنت اللي بيستخدمها، تخيلوا الريجنت ايش معناها؟ 100 مايكرو ليتر 500 عينة. تخيلوا عارف شو معنى 100 مايكرو ليتر ريجن ل 500 عينة؟ مايكرو ليتر عارف شو معنى هذا الابندورز بسموها، عبارة عن توب صغير جدا فيها 100 مايكرو ليتر ريجن بتعمل ران ل 500 عينة. هذا إذا قطعت الكهرباء عنه بخرب. طب فيري اكسبنسيف. عشان هم بيعتبروا هاي الريجنت تبع البي سي ار هايلي سنسيتيف، حساس جدا. قطعت الكهرباء خربت. ما في شيء اسمه هو عنده اكسبايري ديت برودكشن ديت واكسبايري ديت، بس انه اذا هذا لازم نحط في الثلاجه، خرب الثلاجه بخرب. خلاص انتهى. ما بيعمل ديتكشن هايلي سنسيتيف. تمام؟ وايزي تو سيت اب لانه سهل انه يعمله. بس شو مشكلته الوحيدة؟ إنه مثلا البرايمرز للستافيلوكوكس اوريوس غير البرايمرز اللي بيستخدمها مثلا للستريبتوكوكس بنمونيا، غير اللي بيستخدموه مثلا لأي بكتيريا، كل واحد له برايمرز خاصة فيه بمعنى آخر، عرفتوا كيف؟ كل فيروس له برايمر خاص فيه. فتخيل هو رخيص، أنا بعرف إنه كنت أشتريه منهم كانوا رخاص، بس إنه قبل ما يصنع لك إياهم كانوا كمية صغيرة 100 مايكرو ليتر أو 20 مايكرو ليتر بيصنعوا إياهم. كمية صغيرة بس هو استخدمها لأكثر من عينة. ديس ادفانتج تبعته فاست تيرن اوت تايم، انه بنعمل في يعني كنت اعمل رن للبي سي ار واعمل رن للتروفريز بتاخذش معي ساعتين. بعد ما اعمل العينات واحضرهم يعني بعمل اكستراكشن دي ان اي، بعمل حط على البرايمرز، بعمل مرات للبي سي ار لمده ساعة او ساعتين، بعدين بعمل رن ساعة تقريبا في التروفريزز تقريبا ثلاث اربع ساعات وخلصت. بس انا كنت اعمل رن على 4 بي سي ار وعلى 4 الكتروفريسز اجهزه، تخيل كنت اعملهم وكانوا ورا بعض، فكنت اعمل تست ثلاث مرات او اربع مرات في اليوم. بس انا عندي اجهزه متوفره كم وقتها. اوكي؟ اللي فهمته هون عندنا جهاز واحد بي سي ار وعندهم جهاز واحد الكتروفريسز، معناها انا في كل يعني في اليوم الواحد بس بدي اعمل رن تقريبا 20 عينة أو 40 عينة بس لبرايمر واحد بس. تخيل لما يكون عندك 6 أو 7 برايمرز
ليش تعمل امران السبت خلص؟ محاضرة طيب انا بشوفكم المحاضرة الثانية ان شاء الله.